مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم نشرة خاصة حول الأحوال الجوية المتوقعة خلال فترة العيد. ملخص الأحوال الجوية: هناك أمطار رعدية متفرقة يوم الثلاثاء، أجواء شتوية في أول أيام العيد، وطقس بارد وماطر أيضا بيكون أبرد الأيام هو أول يوم العيد بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. بنلاحظ على الخرائط الجوية أن هناك حالة غير مستقرة يوم الثلاثاء تؤدي إلى حدوث أمطار رعدية وأمطار رعدية عشوائية في أماكن متفرقة من المملكة، لكن أيضا هناك كتلة هوائية باردة في شرق حوض البحر المتوسط تتجه باتجاه الشرق وباتجاه المملكة. أما الأمطار المتوقعة على معظم مناطق المملكة، فبنتوقع أنه أول أيام العيد إن شاء الله فلكيا أن تعم الأمطار معظم أجزاء المملكة، لكن بتكون أكثر غزارة في المناطق الشمالية والغربية من المملكة وأيضا المناطق الجنوبية. هذه المناطق بتكون هي الأكثر غزارة والأكثر شدة، اللون الأخضر الغامق، لكن اللون الأخضر الفاتح بتكون أمطار متفرقة. أما المسار درجات الحرارة، فبنلاحظ أن درجات الحرارة ستكون اعتبارا من يوم الاثنين 8/4 بحدود 20، لكن الثلاثاء العظمى بتنزل لحدود 19. أبرد يوم راح يكون هو أول أيام العيد العظمى بحدود 15 درجة مئوية، وثاني يوم العيد بحدود 18. إذن أبرد يومين رايحين تنحصر الأيام الباردة تقريبا ما بين يوم الثلاثاء ويوم الخميس بإذن الله، لكن الخميس تبدأ الأجواء بالاستقرار ولكن ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة، لكن تبقى حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل. أبرد يوم راح يكون هو أول أيام العيد، أجواء باردة غائمة ماطرة بإذن الله، لكن بنلاحظ أن يوم الجمعة في ارتفاع على درجات الحرارة، يعني يوم الجمعة بتكون حول المعدل بإذن الله، أجواء ربيعية لطيفة في النهار لكنها تميل قليلا إلى البرودة أثناء الليل. أما الظروف الجوية أثناء التحري مساء يوم الثلاثاء، فاللون الأحمر يمثل الظروف جوية غير مناسبة، واللون الأصفر يمثل ظروف جوية ليست مثالية. فالظروف الجوية ليست المثالية هي المناطق الشمالية والغربية من المملكة، ولكن المناطق اللي بيكون فيها غير مثالية هي عملية التحري هي المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية من المملكة. أما التوصيات اللي بنوصي فيها أثناء هذه الأحوال الجوية والظواهر الجوية والتغير في الأحوال الجوية، هناك نرجو الانتباه والتركيز أنه هناك في تغيير كبير في درجات الحرارة، أيضا في تغيير في الأحوال الجوية، هناك انخفاض كبير على درجات الحرارة، هناك حدوث أمطار إن شاء الله. الأمطار تبدأ من يوم الاثنين ليلا بشكل خاص في المناطق الشمالية، تمتد يوم الثلاثاء لتشمل معظم المناطق، ويوم العيد أول أيام العيد بتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بإذن الله على فترات. أيضا غزارة الأمطار، نحذر من غزارة الأمطار يوم الثلاثاء في بعض الأماكن وارتفاع منسوب المياه، وأيضا من احتمالية تشكل السيول، أن الأمطار يوم الثلاثاء قد تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد وتكون أحيانا غزيرة، وبالتالي فخلال هذه الفترة نوصى بارتداء ملابس أكثر دفئا نتيجة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.